في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً. أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة. أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. وفي سياق متصل، أقلعت طائرة نقل عسكرية إلى مطار جوبا، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل شعب جنوب السودان الشقيق. كما قدم المسؤولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه الأشقاء من الدول الصديقة والشقيقة.